بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ازيكم يا حبايبي في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير برحب بيكم في مطبخي مطبخ ام احمد وفي قناه طبخ ونصيحه النهارده ان شاء الله جينا بنوع فطاير جديد جميل جدا مغذي جدا وطبعا كله فايده ما شاء الله زي العسل شايفين المنظر طبعا الصوره بتحكي عن نفسها بسم الله ما شاء الله حاجه كده تحفه ومن الاخر بسم الله ما شاء الله فطاير سهله جدا جميله جدا يلا بينا على المقادير ونشوف المقادير اللي معانا هنا معايا في المقادير بتاعتي كيلو دقيق ومعايا ميه دافيه ومعايا خميره وذره ملح ومعلقتين سكر تمام الموضوع سهل وبسيط ما فيش فيه اي مشكله انزل بالميه الدافيه بتاعتي زي ما احنا شايفين والخميره والسكر وذره الملح بتاعتي واقلبهم تقليب كويس جدا تمام العجينه سهله وبسيطه وهي تعتبر يعني عجينه عيش عاديه خالص يعني ما تنفعش للبيتزا ولا تنفع لعيش برجر ولا اي حاجه من دي تمام دي ما بتبقاش هشه العجينه الهشه القوي دي لا ما بتبقاش هشه ولا حاجه تمام انزل بالضيق بتاعي طبعا انت بتعملي زي ما انت عايزه او تبع عدد افراد اسرتك زي ما انت عايزه يعني بالشكل ده وابدا اعجن في العجينه طبعا العجينه تعجنها عجين كويس جدا يعني ما تستخسريش صحتك في العجينه تمام اشتغلي في العجينه واديها حقها عشان تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل كده زي ما احنا شايفين اهون ابدا اعجن في العجينه وكل ما تحتاج ميه طبعا محطش احطش الميه مره واحده يا جماعه تمام وابدا اعجن براحتي واحده بواحده وكل ما تحتاج العجينه تحتاج ميه احط لها الفطير دي نوعها يعني من انواع الفطير الجميله جدا والمفيده كمان جدا جدا وكمان هتبقى بطريقه مختلفه يعني جايز اول مره تشوفوها بسم الله ما شاء الله والطعم طبعا حكايه بدات العجينه بتاعتي تلف معايا اهي ما شاء الله يعني اقعد اعجن لا يقل عن عشر دقايق او من عشر دقايق لربع ساعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كل ما تعجنيها كويس جدا تطلع معاكي من الفرن زي الفل وكمان تبقى سهلة معاكي في وانت بتشكليها هي بدأت تلف معايا اهي ما شاء الله اهي ما شاء الله شوفوا شوفوا يعني العجينة زي الملبن في ايدي ازاي اهي بالشكل ده هون ما شاء الله هي اسيبها بقى لما تخمر براحتها زي ما احنا شايفين اهي خمرت ما شاء الله وارتفعت اهي ابدا اقرصها واقطعها قطع قطع, قطع صغيره تقرصات صغيره كده كده زي ما احنا شايفين طبعا في دي عشان ما تلزقش منك ولا حاجه تمام لان ده يعتبر زي عيش يعني يعتبر عجينه عيش مش عجينه بيتزا برضو لو عايزه تحط في العجينه لبن بودر بتبقى جميله جدا يعني بتعزز من الطعم وبتخليها زي الفل هنبدا نقرصها كده زي ما احنا شايفين اهو شايفين اسيبها بقى تريح برضو شوية ونروح نشوف الحشو بتاعنا انت معاكي في الحشو اي حشو ممكن تحطيه تمام انا معايا بيض ومعايا لانشون متقطع قطع ومعايا جبنة اي نوع جبنة عندك مفيش فيه اي مشكلة تمام انا امسك البيض بتاعي اكسره بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو ايه بيض يا ام احمد اه بيض وهيبقى احلى فطاير ممكن تاكليها انا معايا البيض هتبله بحبه فلفل طبعا وما الفلفل عشان ان الجبنه محدقه تمام اهو وامسك قلب البيض بتاعي بالشكل ده طبعا عايزه تحطي بسطرمه ممكن عايزه تحطي اي حشوه بالنسبه لك او اولادك بحبوها ممكن تحطي طبعا العجينه بتاعتي تمرت وارتفعت زي ما احنا شايفين اهين وطبعا انا رشاها ايه لان عشان متلزقش في بعضها تمام هرش حبه دي وابدا افرد في العجينه التكايه المهمه بقى اللي جايه دي طيب يا ام احمد الحشوه دي يعني ازاي العجينه دي هتشتلها هقولك لك هتشتلها ازاي انا هفردها زي ما احنا شايفين اهيا مدوره كده زي ما احنا شايفين تمام هخلص الكميه بتاعتي كلها فرد بالشكل ده كده تمام اهو انا معاكي خطوه بخطوه هي التكايه اللي جايه هي اللي مهمه بقى تمام وهي اللي مختلفه احنا ماشيين مع بعض اهو شوفوا شوفوا العجينه بسم الله ما شاء الله سلسه ومرنه معايا وزي الفل ما شاء الله بتمشي لوحدها كده تمام الخطوه اللي جايه بقى ايه اعمل ايه انا فردت اهون واخلص الكميه بتاعتي اه الخطوه اللي جايه قلت مهمه جدا هعمل ايه هدخله الفرن لمده ثواني 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 ليه عشان اعمل الحافيه اللي, هت... اللي هتشتل الحشوه تمام دي التكايه المهمه والجديده يا جماعه ماشي هدخله الفرن ثواني مش هسويه هياخد نص سوا نص سوا تمام كده زي ما احنا شايفين هخلص انا الفرد كله وهوريها لكم لما تيجي تطلع من الفرن هتبقى شكلها ازاي وهعمل لها الحافيه ازاي اللي هتشتل الحشوه اهو كده انا خلصت ودخلتهم الفرن الوقت تمام اهي طلعت من الفرن وهي لسه سخنه ما تبرد يا دوبك بصوا انا مش مستحمله ايدي ان انا اعملها الحافيه ازاي اهو بالشكل ده شايفين هي بتدخل نص سوا مش سوا كامل يا دوبك تشم النار وتطلع علشان اعملها الحافه اللي احنا شايفينها وشوفوا اعراها كمان كأنه لسه ما دخلش الفرن خالص اهو بالشكل ده كده دي يعني التكايه المهمه والمختلفه معانا النهارده في فيديو النهارده يا جماعه او الفكره معانا النهارده في الفطاير بتاعتنا تمام اهو شايفين طبعا ايديا مش مستحمله زي ما انتم شايفين اهو لازم ان الموضوع ده يتعمل وهو لسه طالع من الفرن انا بعمل وانا قاعده قدام الفرن على فكره الوقت تمام اهو كده زي ما احنا شايفين اهو طبعا سخنه جدا بس عشان اعمل لها الحافية اللي هتشتال الحشو بتاعي وهتشتال البيض بتاعي كمان بالشكل اللي احنا شفناه ده الموضوع سهل وبسيط وكمان حاجة جميلة ولادك هيحبوها والله العظيم وهيطلبوها منك على طول كده بالشكل اللي احنا شايفين اهو انا معايا الصينية بتاعتي ادينا اي مادة دهنية حتة زبدة اي حاجة ورص كل الفطاير بتاعتي اللي انا عملتها اهو كده بالشكل ده كده اللي احنا شايفينه ابدا احط بقى الحشوه بتاعتي قلت الحشوه بترجع لمزاجك انت ومزاج ولادك زي ما تحبي ممكن تحطي بسطرمه ما ماشي ممكن تحطي يعني اي نوع حشو انت حره فيه ادي انا حطيت اللانشون بتاعي وبعدين احط الجبنه اي نوع جبنة برضو عندك الجبنة دي كانت عندي في الفريزر طلعتها اي حاجة بتحطها في الفريزر بتنفعها كما بتحتاجيها. واد البيض بتاعي اهو حاجة جميلة وحاجة مختلفة وكمان بتغيري لولادك الولاد بالذات بيبقوا عايزين تغيير وعايزين شكل جديد وطعم جديد وطعم مختلف وده ان شاء الله طعم مختلف وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله جربيها والله ومش هتندمي طبعا انا حطيت البيض وحطيت الجبنة وحطيت اللانشون بتاع المكعبات زي ما احنا شايفين وحطيت قطعة زبدة في كل, في كل فطيرة زي ما احنا شايفين كده تمام اهو ده منظرها قبل ما يدخل الفرن شايفين المنظر حاجة كده خطيرة هندخلها الفرن بالشكل ده وطلعت يا عيني يا على الجمال والحلاوة شايفين شايفين المنظر والله العظيم ريحة وطعم عشرة على عشرة شايفين قعرها آه عامل ازاي والشي عامل ازاي بسم الله ما شاء الله طبعا هي نار اللي طالعه شايفين حتى البخار طالع منها اهون بسم الله ما شاء الله بجد بجد طعم وريحة ما فيش كده أو شايفين شايفين قعرها وين زي الفل دخلت مرتين الفرن ولقيت إنها دخلت خالص بسم الله ما شاء الله طبعا بتمنى الفيديو يعجبك واللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك واشترك في القناة وإن شاء الله أشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته